الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء سنستمع لختم كتاب الشفاء من قبل الأستاذ فاضل محمد بن حليمة
عضو المجلس العلمي المحلي، ثم بعد ذلك يتولى ختم هذا الحفل للدعاء الصالح لمولانا أمير المؤمنين وكافة أفراد أسرته وشعبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين وعلى من سار على دربهم ونهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، السيد محترم عام صاحب الجلالة على الإمام جسيف والوفد الرسمي المرافق لسيادته، السيد المندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية، السادة العلماء أعضاء المجلس العلمي والمرشدون والوعاظ والخطباء والأئمة وفعالية المجتمع المدني، السيدات والسادة، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقبل إلقاء هذه الكلمة المتواضعة بمناسبة ذكر المولد النبوي الشريف، يحسن بنا أن نقرأ الفاتحة جماعة ترحما على ضحايا الزلزال في منطقة الحوز وغيرها من المناطق، وضحايا المسلمين في كل مكان، سائلين الله تعالى اللطف في قضائه والرحمة والمغفرة للشهداء والشفاء للمصابين والصبر والسلوان للمنكوبين والمكلومين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا رب العالمين. فسيرا على المحجة البيضاء والسنة الواضحة الغراء التي ذهب عليها المغاربة لهذا البلد الحبيب حفظه الله من كل مكروه، في إحياء ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم في ظل الدوحة العلوية الشريفة والقيادة الراشدة لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه، نجتمع اليوم في بيت الله تعالى خلال هذا الشهر العظيم، شهر ربيع الأول، للاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف، لأخذ الدروس والعبر من سيرة وشمائل سيد البشر صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله الله تعالى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذا الرسول العظيم الذي قال الله تعالى في حقه وهو أصدق القائلين: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال صلى الله عليه وسلم عن نفسه: أنا رحمة مهداة، أنا رحمة مهداة. أيها الحضور الكريم، لا شك أن كل واحد منا في هذه الدنيا يهوى ما يهوى ويميل قلبه إلى ما يحبه ويهواه، فهذا يحب المطربين وذاك يحب الأشرطة والأفلام والممثلين، وآخر يحب الرياضة والكرويين، وآخر يحب الأمداح والمنشدين، وهكذا والقائمة طويلة، فكل حزب بما لديه فريقون. والإنسان من طبعه إذا أحب شيئا اهتم به وأكثر من ذكره أو من النظر إليه، وإن أغلب الناس اليوم وبالخصوص الشباب مولعون ويهتفون بالأشياء المذكورة سلفا. ومما يدل على محبتهم لهذه الأمور أنك لو سألت أحدهم عن ممثل أو مطرب أو رياضي أو ما أشبه ذلك فإنه يفسر لك قوله عن صاحبه تفسيرا، وإذا ما سألته عن الرسول صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة والنعمة المسلاة، أو عن آبائه وأزواجه أمهات المؤمنين، أو عن أولاده، فإن لسانه يعجز عن ذلك. وهذا ما يعبر بصراحة عن تقصير هؤلاء في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وجفائه له.
الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين من حميد مجيد. اللهم اجعل ازواجه الطاهرات امهات المؤمنين وعن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي عن سائر الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جلالة الملك محمد السادس، اللهم وفقه لما فيه خير البلاد وصلاح العباد وسدد خطاه وحقق مسعاه وانصره نصرا تعز به الدين وتجمع جيش المسلمين وحطه في ولي عهده والدي سليم الحسن والسائر أسرته الشريفة وشد أزره شقيقه السعيد المؤمر الرشيد وامطر اللهم الشقاوي برحمتك ومغفرتك على فقيدي عروة الإسلام جلالتي الملك الجليلين أحمد الخامس والحسن الثاني طيب الله قدرهما وارحم كل الشهداء الأبرار والمواطنين الأحرار الذين ضحوا من أجل دينهم ووطنهم. اللهم اجمع شمل المسلمين وألف بين قلوبهم واجمع كلمة من حق الدين وفقهم للصالح الحكمتين وكتابك المبين يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا والسائر بلاد المسلمين فضل من الافات والفتن ما ظهر منها وما بطن يا ارحم الراحمين. ووفقنا وكافه المسؤولين لما فيه حب الدنيا والدين امين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وموت المسلمين اجمعين امين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.